مش اكيد مش ماشي بيه يعني يا طيب استاذتنا. ممكن بس هقطعكم ورقه ونرجع راحت من نكمل النيابه، مره كله تانية معروض امام معايا النيابه. الاستاذ علاء عبد العاطي معاون وزيره التضامن الاجتماعي. الو، مشكور. الو، ازاي حضرتك يا استاذ علاء؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك يا اميره؟ مساء الخير عليك وعلى ضيوفك الكرام. مساء النور. احنا عايزين بس نطمن على الطفل دلوقتي. لا، هو الولد كويس جدا دلوقتي، حاليا هو متواجد في دار رعايه متخصصه في حالات الاعاقه. بمجرد ما تم استلامه مساء الجهد وديناه على دار الرعايه، ده بعد طبعا ما عملنا محضر في اسم شرطه مدينه نصر لاثبات الحاله. تمام. وبعد كده تم ايداعه دار السندس لرعايه الايتام المعاقين في مدينه نصر، وهي من الدور المتخصصه في الحالات الاعاقه سواء حركيه. الطفل طبعا زي ما حضرتك والناس كلها شافت، هو بيعاني من ضمور في العضلات، بيعاني من قد يكون استسقاء موجود في المخ، وده مؤدي الى كبر حجم الجمجمه والراس. تم على طول مباشره اليوم، هو طبعا تم وضعه فجر السبت، تم على طول وضع الكشف الطبي عليه امبارح، وتم عمل لي تحاليل وعمل اشعه مقطعيه. الاشعه نتيجتها المفروض تظهر النهارده، فهي المفروض ان هي ظهرت، هتعرض على الطبيب بكره عشان نقدر نحدد الاستسقاء دوت هيحتاج تدخل جراحي ولا لا، ولا هيتم معالجته بالعلاج العادي. فلو احتاج تدخل جراحي فالمؤسسه هتقف كل السبل ان هي تعمل عمليه للولد. لو علاج عادي فهيتوفر وهيتم علاجه على من خلال الرعايه الطبيه اللي بتقدمها المؤسسه، ده فضلا عن ان الولد يعني في عامه الثاني عنده عامين، فالولد خلال عامين كان من المفترض حتى لو عنده نسبه اعاقه يقدر يزحف، يقدر يقف، يقدر ينقل، مفيش الكلام ده خالص. هو اساسا ما بيعرفش حتى يقعد، كان من المفترض ان هو في السن ده على الاقل بيتعلم ان هو ازاي يقعد، مفيش. فعندنا في خلال المؤسسه في طبيب للعلاج الطبيعي شاف حاله الولد النهارده وشافها امبارح، وابتدى ان هو يعمل معاه بعض الجلسات البسيطه اللي بيها يقدر يشوف الاعاقه الحركيه واصله لغايه فين. وبالفعل بيتعمل معاه جلسات حاليا، امبارح اتعمل والنهارده اتعمل جلسه، ويوميا يبقى في جلسات علاج طبيعي. ده من ناحيه العلاج الطبيعي للاعاقه الحركيه، ومن ناحيه العلاج الخاص بالمخ بيتم عرض الاشعه المقطعيه بكره ان شاء الله على الطبيب المختص. ان شاء الله، واحنا هنتابع معاك برضو يا استاذ علاء. احنا بنشكرك جدا استاذ علاء عبد العاطي معاون وزير التضامن الاجتماعي.